الزول لا جماعة برا في التلفزيون جابه ولا حكى زول برا وحكى عن نفسه، قال بلزه في عربيتي وانا جوا، قال وبنادوا فيني يا فلانة الحقنا دورة، وقال انا ذات الوحلان. اقول يا اخي عشان كده الله في القرآن بين لك في الايات دي قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه اللي بتنادون ديل ما يملكون من قطمير، قطمير دي اللفافة اللي بين النوى والتمرة، لما تشق التمرة في مصماصة جوا اللفافة البيضة دي الغش الأبيض ده القطمير. قال لك والذين تدعون من دونه بتنادون غير الله ديل ما يملكون من قطمير. خلي لهم شيء ثاني، إن تدعوهم يا فلان الحقنا لا يسمعوا دعاءكم. هذا تشيل فرارك تمشي تصادم شنو انت، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك. قال لك ولو سمعوا، وما بيسمع، لكن لو دارت غالط قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لك، ما بيلحقك، يلحقك كيف؟ والناس دفنوه يا جماعه، يلحق كيف؟ زول غسلوه كفنوه ما قادر يحرك اصبعه ودخلوه جوا الواطة، هنا دفنوه ادوه تراب، اشتغلوا فيه بالكوريك والواسوق واشتغلوا وبنوا له كمان بنيان فوق قبه، حرمها الله في القران، حرمها لانه الله امرك تتبع النبي عليه الصلاه والسلام في القران، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده نهاك عنه، حرمها الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري وفي غيره لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، دي رواية البخاري، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، ابن فوق القبر ده موجود الآن، وده بجيب الغضب، ده بجيب غضب الله يا أمة الإسلام، البناء على القبور ده. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، صور يعلقوها في الأوضة تطرد الملائكة، وعلقوها في الركشة وفي الحافلة وفي الدكان، أولئك شرار الخلق عند الله. ما كلام مخيف، قاعدين تسيبوا، شيلوا لا تربى، سفوه.